حبايبي دي المستشفى. يورك هاسبيتال لو عايز تصور ها يورك هاسبيتال اللي فيها والدتي، ربنا يشفيها. دعواتكم ربنا يشفيها. ممكن اصور جوه؟ هيقعد يقول لك عشان الخصوصية. مستشفى تخفف لوحديها، منظرها يخفف. يا رب تخف. انت فاكر الحاج الله يرحمه لما راح الفرنساوي فتح عينيه وبتاع وابتدى يلاغي، بعد كده بقى راح الجمهورية جابت له القضية. وعلى فكرة هي رجله برضه ساعدت في بهدلته خالص، لأنها كانت بتاخد من جسمه. كلها أسباب. ممكن اعزف؟ لا واحد بيجي بيعد يعني. حبايبي نشوفكم في فيديوهات تانية.